السيدات والسادة الأصدقاء الأعزاء، فقط هذا 3.1%. فهذه السلطات الاستعمارية الجديدة الأوروبية وحتى الأمريكية من جديد خدعت المجتمع الدولي والدول الفقيرة الأفريقية. 31.7 مليون طن، فقط 3.1%. ألا هذا يدل على خدعة؟ هم يكذبون للعالم كله طوال مئات السنين. تم توجيه أو تصدير 38.9% ألف طن إلى تركيا، 11%، وبعد ذلك إلى دول أخرى. فلذلك ألفت نظركم تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية لا يسوي هذه المشاكل للدول الأفريقية. سوف نعود إلى هذا من جديد. أما فيما يتعلق بالمفاوضات، السيد رامافوزا، الأصدقاء الأعزاء، روسيا لم تتخلى عن هذه المفاوضات. بود أن أقول أنه بفضل مشاركة إردوغان ومساهمة إردوغان في تركيا جرت سلسلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بشأن صياغة شروط الثقة وتحضير النص للاتفاق. فهذا الاتفاقية لم نتوصل مع أوكرانيا إلى أن يكون هذا النص سريا أو علانيا. هذا مشروع الاتفاق تم توقع عليها في من ممثلين عن كييف. هذا هو التوقيع. اتفاقية الحياد المشترك وضمان أمن أوكرانيا. ضمانات الأمنية كما ذكرتم سيد الرئيس 18 بندا. طبعا هناك ديباجة وإضافة. وهذا الملحق يشمل المعلومات الدقيقة حتى الخاصة بعدد من الدبابات والمدفعية وغيرها من الأمور. تم التوقيع هذا الاتفاق من وفد كييف. هناك التوقيع، ولكن كما قلنا بعد انسحاب قواتنا السلطات في كييف قد قودت أو وجد هذا الاتفاق في مزبلة التاريخ. تخلت عن هذا الاتفاق. أين ضمانات؟ حيث لا تتخلى كييف عن ضمانات أخرى، وحتى في هذه الظروف لم نتخلى عن إجراء المفاوضات. الأصدقاء الأعزاء، لا روسيا، أوكرانيا لا تريد التفاوض. حتى الرئيس زيلينسكي قد وقع إجراء أو إدارة مثل هذه المفاوضات مع روسيا، وأنا أشاطر قلقكم، ونحن على استعداد لبحث مقترحاتكم. لم نتخلى عن هذه المفاوضات. أوكرانيا هي رفضت هذه المفاوضات وتخلت عنها، وحتى هناك مرسوم رئاسي أوكراني. أما تبادل الأسرى فهذه العملية تتواصل، وشكرا لكم على ذكركم. طبعا هناك مجهودات كبيرة من قبل السعودية والإمارات وغيره من الشركاء، ونحن مستعدون لهذه العملية، لإجراء هذه العملية.
أما فيما يتعلق بالأطفال فإن هذا الأمر مقدس للغاية. قد قمنا بالحفاظ وحماية هؤلاء الأطفال في أوكرانيا. قد قمنا بإخلاء هؤلاء الأطفال بعدد كبير من تلك الأراضي. لم الشمل إذا ما تحدثنا عن هؤلاء الأطفال. لا حواجز ولا عقبات لتحقيق كل هذه الأهداف، ولن تكون عقبات. هذا ما أريد أن أقوله في نصف أو في منتصف حوارنا.